عودة إلى جريمة القتل اللي جدت صباح اليوم 4 نوفمبر 2021 بمنطقة أولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد. الأب يعترف بارتكابه للجريمة والأم لا ذنب لها، بل بالعكس هي أحدى ضحاياه، حيث راج من الأول أن الأم هي اللي قامت بذبح ابنيها وإلقاء بنفسها من الطابق الثالث للانتحار، لكن هذا مش صحيح. الأم لم تقم بقتل أبنائها، بل الأب هو الفاعل الرئيسي لهذه الجريمة البشعة. بعد أن قام بذبح ابنه وطعن بنته وزوجته، فالزوجة أرادت الهرب ونجاته، ألقت بنفسها من الطابق الثالث. وسبب يعني سبب أقل ما يقال عنه، سبب تافه بصراحة. الخلاف كان بسبب ذهاب الزوج إلى السوق دون إخبار الزوج المجرم. يعني شكون يتوقع أو يتصور أنه سبب كما هذا يكون يعني دافع لقتل عائلة كاملة، أنه يقتل زوجته وأبنائه أيضا. بصراحة نتمنى أشد عقاب للمجرم، حتى يكون عبرة لمن يعتبر كثرة الجرائم في تونس. بصراحة كل يوم نسمع، خاصة التعنيف ضد المرأة وضد الأطفال.